يو كان تشوفوا من اصلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هلو ايفري بودي، مرحبا بكم في قناه علي كورت. دعوا لايك دعوا سبسكرايب، وهيا بنا على بركه الله نبدا مقطعنا لهذا اليوم مع اخبار تقنيه جديده. هيا بنا لنبدا. ونبدا بخبرنا الاول مع شركه ون بلس. وون بلس تسعى لاطلاق الون بلس اكثر سيبات للهاتف، والذي سوف يكون نسخه مخففه للون بلس 8 سيريز. الهاتف سوف ياتي بالتصميم الذي امامكم مع كاميرتين في الظهر، ولا نرى الشاشه، ولكن الشاشه سوف تكون في كنترول ديسبلاي مع بانل او ال اي دي مع فريش ريت 90 هرتز. نعم 90 هرتز، ودقه فول اتش دي بلس. الجهاز سوف ياتي بكاميرتين، قد تكون الثانية تيليفوتو أو ألترا وايد، ولكن إذا رأينا في الأجيال السابقة من شركة ون بلس التي تأتي بكاميرتين، فنرى أن هناك كاميرا عادية وكاميرا تيليفوتو، لأن لهذا أنا أقول أنه سوف يأتي بتيليفوتو وليس بألترا وايد، بالرغم أنني أقول أن الألترا وايد أفضل من التيليفوتو، لأن التيليفوتو ليست منها أي فائدة. هناك التسريبات تقول انه سوف ياتي بسناب دراجون 865، وهناك تسريبات تقول انه سوف ياتي بسناب دراجون 765 جي لكي يكون داعم لل5 جي ايضا. المهم هذا الهاتف سوف يكون داعم لل5 جي، وهذا هو تسريب لهذا الهاتف. وننتقل الى خبرنا التالي. مع تحذير من عندي، لا تشتروا هذه السماعات التي امامكم. قد ترون أنها من ريلمي، لكنها ليست من ريلمي. هذه السماعات وهذا الهاتف الذي أمامكم هو من شركة صينية تقلد هواتف ريلمي، وتعطيك هاتف يماثله بالتصميم في ناحية العرض في الموقع الصيني. هناك مواقع صينية تبيع هذه الهواتف من هذه الشركة الصينية التي تقلد الهواتف وتقلد السماعات وتصعد ويشتري الناس هذه الهواتف بدون تركيز على أنها هواتف وسماعات من ريلمي. المرجو أن تحذروا من هذه الأشياء، لأن هناك شركة صينية تفكر فقط في النقود، لا تفكر في الزبناء هل أعجبهم الشيء أم لا. احذروا يا جماعة، فهذا خطر، سوف تخسروا نقودكم. وننتقل الى خبرنا التالي. واحدثت تسريبات للفولد 2، واحدثت تسريبات لهواتف سامسونج القديمه. تسريبات تقول ان الاعلان الرسمي للنوت 20 سيريز والفولد 2 سوف يكون في 5 أغسطس لهذا العام. سوف يكون مؤتمر اونلاين، يعني كالعاده اونلاين، لان بسبب الوباء العالمي الذي لا يمكننا ذكر اسمه. المهم نرجع الى موضوعنا الرئيسي، والذي هو تسريبات للفولد 2. وهذه الصور التي امامكم هي تصاميم بنيت على تسريبات رايناها سابقا، وهذه التسريبات هي التي ترينا ان التصميم سوف يكون جميل ورائع و يعني ممتاز. يعني الجهاز سوف يكون اكبر حجما او اقل، لا ندري، ولكن الشاشه سوف تكون اكبر في الجهاز، لان استحواذ الشاشه سوف يكون اكثر. فالشاشة الرئيسية 7.6 إنش، وتأتي ببونترول ديسبلاي. والشاشة الثانوية التي هي الصغيرة التي أمامكم سوف تأتي ب 4.6 أو 5.7، لا أدري، سوف أضع لكم الأرقام هنا. الجهاز سوف يكون بمواصفات النوت 20، ما عدا الكاميرا سوف تأتي بنفس كاميرا الاس 20 بلس. هذه التسريبات للفولد 2 وموعد إطلاق الهواتف لشركة سامسونج. وننتقل إلى خبرنا التالي. وننتقل إلى خبرنا الأخير مع شركة ون بلس وتسريبات لتصاميم قد تكون لهواتف ون بلس في عام 2021. لا نعرف التسميات، قد تكون مختلفة، قد تكون ون بلس إكس أو ون بلس 10، لا ندري إذا قلدوا في تسميات الآيفون. المهم الأجهزة سوف تكون بتصميمين، إلا بهذا التصميم الذي على شكل دائري للكاميرات، أو تصميم هذا الذي أمامكم الذي ليس فيه تغييرات كبيرة مقارنة بالتصميم الذي فيه دائرة. المهم سوف تكون المواصفات لهذه الهواتف في عام 2021 أمامكم. هذه المواصفات التي تم التسريب لها، وهذه المواصفات يعني من مصادر موثوقة، وهذه التسريبات من مصادر موثوقة. وهذه هي أخبارنا مع شركة ون بلس، وهكذا قد نكون انهينا بدون لهذا اليوم. أعطونا رأيكم في علاقة على جابكم للفيديو أم لا. وسبحان الله وبحمدك، شكرا لله، لا ننسى صوركم، وبليك وبيس أوت.